بنعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تكون علينا بقلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم. ولو في يوم قصرنا في شكرك وانشغلنا يوم عن ذكرك، بنعيم علينا بنعمة عفوك برحمتك يا غفور يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. افتح علينا فتوح العارفين بك، وما أسعدنا حينما نلتقي دائما بوجه طلق وبقلب سليم. فأهلا بكم، واسمحوا لي أرحب بفضل الشيخ محمد رضا من علماء الأزل الشريف. الشيخ محمد أهلا بك. أهلا بك وسعيد بك في هذا اللقاء الرمضاني. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ويوضح لنا هذا الصوم، وكيف ونحن في شهر رمضان نحمي أنفسنا. الصوم جنة، حماية للبدن وحماية للقلب وحماية للنفس، فما معنى جنة؟ أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة ألف ألف مرة، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وسائر خلقك، عدد ما أحاط به علمك القديم من الواجب والجائز والمستحيل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مثل ذلك. وبعد، الصوم جنة، هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وحين يقول لنا الصوم جنة فإنها ترجمة لرجاء الله لنا حين افترض علينا الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى فيه إنسان حيصل إلى تقوى الله، واحد ما يصلش إلى تقوى الله. هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليضع لنا السلوكيات والأخلاقيات الظاهرة والباطنة في أخلاق الصائم، فقال الصوم جنة يعني وقاية. وكما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، إذن هنا الوقاية جنة يعني وقاية، حماية. حماية بيحميني من إيه؟ بيحميني من الأخطاء التي كنت أقع فيها من قبل، سواء كانت باللسان أو بالنظر أو بالسمع أو باللمس أو بالسعي أو بالأكل، بأي شيء، حتى ولو كان شيئا يخفيه القلب أو تخون العين فيه. خائنة الأعين. هذا ما نسميه بخائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يبدأ لنا في التفصيل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل. هنكمل الحديث، بس الأول نفسر دول نشوف معناهم إيه. فلا يرفث يعني لا يتكلم بكلام فيه مقدمات الجماع. ولذلك الإنسان قد يتحدث بكلمات فيها مقدمات جماع فتدعوه إلى الاسترسال، فحين يسترسل في ذلك تثار شهوته فيقع في الخطأ.
يقع هذا الرجل في الخطأ أو هذه المرأة في الخطأ في محظورات الصيام، في محظورات الصيام تمام، يبقى أو هو مفسدات الصيام هو ينهاك عن أن تقترب من هذا. فإذا كان يوم مصوع فلا يرفث، يبقى خلاص هذا نهي، يبقى انتهي عنه. ولا يفسق، أي لا يقوم بفعل أو قول فيه فسق. ليه؟ لأن الفسق يفسد الصوم وهو محرم في غير رمضان، فمن باب أولى في رمضان. طيب، ولا يجهل أو ولا يسخب، في رواية ولا يجهل، في رواية ولا يسخب، يعني لا يعلي صوته. احنا عندنا في سواء في وسائل المواصلات، سواء في الأسواق، سواء في التعاملات، تلاقي في نهار رمضان إنسان صوته عالي جدا. إيه في إيه؟ يقول لك صايم. صايم. طب هو مش دي أخلاق الصايم؟ مش هو ده مش هو ده الصايم؟ مش هو ده المظهر؟ بالظبط الحقيقي للصايم. إحنا عايزين ده هو جاي عشان يخليك تلتزم الصيام، من أجل أن تلتزم بأخلاقيات تصل بها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وده اللي ربنا رجاه لنا. خدت بال حضرتك؟ يبقى ولا يسخب أو ولا يجهل، يعني لا يتكلم بكلام فيه جهل، أو ولا يعلي صوته على أي إنسان، حتى لا الزوج على زوجها، ولا الزوج على زوجته، ولا الأولاد، ولا الصديق على صديقه، ولا حد، ولا واحد على واحد غريب، ولكن عليه أن يتحمل. وهنا بقى المشهد بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هيدينا وصف لاتنين، واحد معتدي، واحد معتدى عليه. طيب يقول لنا إيه بقى؟ فإن سابه أحد أو شاتم، إحنا في الحديث بتاع الصوم جنة، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شيخ محمد اسمح لي، وانت حضرتك بتتكلم على إني صائم، يعني أنا صائم أنا محمي. أيوة، يعني معلش أنا أصلي وانت حضرتك بتقوله بهذا الأداء البديع، يعني أنا إني صائم. أصل أحيانا أنت الواحد في لحظة ما يكتشف معنى، يبقى بيقرا الكلام وبيسمعه كتير، بس في لحظه بحال صاحبه يصل المعنى. نعم. انا محمي على فكره، انا صايم يعني انا محمي، بس مش هو ده المعنى اللي وصلني. بالظبط. ده من معانيه. أيوة. من ضمن المعاني، لكن هو يعني وارد حضرتك، انت مؤدب ومحترم. أيوة. وارد ان يجيب لك حد صليط اللسان. ايوه، بتجاهل عليا او تجاهل. ايوه، على صوته عليك، تجاهل، يعني كان انسان بيعتدي عليك بالسب او باي شيء من الانواع اللي هي تسيء او تجرح الانسان. ايوه، خدت بال حضرتك؟ انت في الحاله دي تعمل ايه؟ ايوه، هل ترد عليه؟ وده طبعا بيبقى في العادي من حقك. بس الافضل ايه؟ ان انت تصبر وتكون يعني تتجاهله. ايوه، فهنا سيدنا النبي بيعلمنا احنا في رمضان بقى غير الايام الثانيه. ايوه، لازم تتعلم. فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم مرتين. انا مؤدب. ايوه، اي الله يفتح عليك. انا مؤدب، انا صائم. مش السيده مريم قالت حين تحدثوا معها عن اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، يعني انا مش ردد عليك، قول اللي تقوله، علي صوتك، سب، اشتم، اعمل، انا مش ردد عليك، اتهمني، انا صائم، اني نظرت للرحمن صوما، مؤدب، اني صائم، انا محترم. انا صائم، وصائم لمين؟ مش بابا ولا ماما اللي قالت لي، ولا لا صديقي خالص، ولا رئيسي في العمل قال لي اوعى تتكلم مع فلان، لو لا ده كده الواحد بيخرج عن شعوره. لكن الذي قال لي هو الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم اني صائم اني صائم مرتين. المره الاولى علشان اعرفه ان انا مانيش راضد عليك لاني صائم، المره الثانيه عشان النفس بتتحرك. ايوه، وعايزه تنتصر لنفسها، عايزه ترد. يقول لا استني، انت احنا صايمين كده هنضيع صيامنا. شوف النفس بقى. النفس بتخش بقى في الحاله دي وتتسلل دون ما ان تشعر. بالظبط. يعني سبحان الله. ولذلك يعني قيل فيه وقت، اتفضل، قيل في فرضية الصيام أن الله سبحانه وتعالى لم تتأدب النفس إلا بالتجويع. النفس لا تتأدب إلا بالتجويع. أيوة. النفس لم تتأدب إلا بالتجويع. إزاي؟
الله سبحانه وتعالى حين خلق العقل وخلق النفس قال للعقل: من أنت ومن أنا؟ قال له: أنت الله وأنا عبدك الضعيف بين يديك. العقل. فجاء بالنفس قال لها: من أنت ومن أنا؟ قالت له: أنت أنت وأنا أنا. هي كده. والأنا بقى مش هو مش كفر على الرغم من كان من أكبر العباد لكنه كفر. إبليس. مش كده ولا لا؟ شوف، أنت أنت وأنا أنا. فعذبها الله سبحانه وتعالى بالنار 1000 عام ثم أخرجها. قال لها: من أنت ومن أنا؟ قالت له: أنت أنت وأنا أنا. يعني التعذيب بالنار لم يأتي بجديد لها ولا بتأديب لها. فجوعها الله سبحانه وتعالى ثم أتى بها وقال لها: من أنت ومن أنا؟ قالت له: أنت الله وأنا عبدك الضعيف الماثل بين يديك. يبقى التجويع هو اللي إيه اللي علمها الأدب. علشان كده الإنسان لما بيقول إني صائم إني صائم، أنا مش صائم بس، ده أنا صمت عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة اللي ربنا أحله لي، يبقى أنا هرد عليك في الشيء المحرم اللي أنا منهي أن أنا أأتي به في غير رمضان. لا، أنا صائم يا عم، مش هتكلم ومش هرد عليك. هو ده معنى الصوم جنة، يعني وقاية وحماية من جميع الذنوب والآثام. تأديب مع لحظة، أنا عارف إن حضرتك عايز تطلع فاصل، لحظة. تأديب للسان وتأديب للنظر وتأديب للسمع وتأديب لليدين وتأديب للرجلين وتأديب لجميع الجوارح وتأديب للقلب أن يمتثل لسوى الله سبحانه وتعالى. لذلك في كل ما نسمعه فضيلة الشيخ محمد في نهاية المطاف ومن قبل ومن بعد، أن تتخلق. أنا صائم، أنا متخلق بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صائم، أنا متخلق بأخلاق سيدنا النبي. أنا صائم، أسير على درب سيدي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام المجدد محمد ماضي أبو العزايم: إن في أنا واثبت أنا تلقى المسرة والهنا. هنروح لهذا الفصل القصير ونرجع لحضراتكم. انفي أنا واثبت أنا تلقى المسرة والهنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. على الشاشة سوف تظهر الآن عناوين وأرقام مؤسسة نبض الحياة لسهولة الاتصال والتواصل، ومن ثم يأتي الوصل الجميل ما بين محب الخير ومؤسسة نبض الحياة لإيصال هذا الخير لمستحقي الخير. وربنا يجمعنا دايما وقلوبنا دايما السليمة بتدلنا على الخير اللي احنا مع بعض ماشيين فيه من خلال مؤسسة نبض الحياة. هنروح لهذا التقرير ونرجع لحضراتكم. خليكم دايما معانا في الخير. مؤسسة نبض الحياة بتجهز كرتونة رمضان السنة دي بأجود الأصناف عشان تناسب الأسرة في شهر رمضان الكريم. إطعام الطعام مع مؤسسة نبض الحياة، على الرغم من أنه طوال العام، إلا أن شهر رمضان له خصوصية، وهي أن تفطر الصائم، لأن من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. الكرتونة تحتوي على 13 صنف غذائي بتستهلكه الأسرة في شهر رمضان، وهذه الأصناف لازمة وضرورية لكل أسرة. أيام عظيمة وكلنا بألف خير وسعادة، أيام بتحكي عن خير كل المصريين، خير رجالها شبابها وبناتها وأطفالها، خير بيلف وبنشوفه في كل شوارع المحروسة، خير عيلة ربت ولادها على المحبة والعطاء، خير موجود في كرتونة ممكن تقدمها هدية من خلال مؤسسة نبض الحياة، وتكون أجمل هدية فطار على طبلية.
اللمة بتفرحنا لما أكون مش قلقان من لقمة هحطها لولادي وقت الفطار. اللمة بتفرحنا لما أكون مش قلقان من ضيف هيجيلي ومش عارف أقدم له إيه. اللمة بتفرحنا لما ابني ياكل زيه زي جيرانه من غير ما يحس إنه محروم. إيديكم في إيدينا عشان اللمة تحلى بكرتونة الخير في شهر الخير. النهاردة نبض الحياة هدفها 100,000 وجبة مجهزة في هذا الشهر الكريم خلاف كرتونة الخير. ياريت يكون لك سهم مع مؤسسة نبض الحياة في هذه الحملة المباركة، حملة ويطعمون الطعام. مش بس كرتونة الخير اللي بتوزعها مؤسسة نبض الحياة في رمضان، كمان نبض الحياة بتوفر وجبات جاهزة بتوزعها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. إذا كنتوا حضراتكم بيبقوا لكم نصيب من المشاركة طول السنة، ينفع يجي شهر رمضان اللي بيفطر صائم واحد بس ربنا بيكتب له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. الوقت الثمين العظيم اللي بتتجلى فيه نفحات ربنا وبركات ربنا سبحانه وتعالى على كل الناس، نعديه كده من غير ما نكسب حسنات وحسنات وحسنات. علشان كده إذا كان مجهود نبض الحياة بتسعى لأن هو يكون موجود طول السنة، إحنا بنسعى جادين إن إحنا نضاعف وأضعاف مضاعفة في شهر رمضان. هدفنا السنة دي نوصل لخمسين ألف كرتونة. 50,000 كرتونة فيها محتويات كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين معانا، مكرونة، رز، سكر، زيت، كمان التمر، كمان البقوليات، كل أنواع الخير موجودة في كرتونة الخير في مؤسسة نبض الحياة. ولكن بمساهمة حضرتك معانا هنقدر نوصل للأسر الأكثر احتياجا في كل أنحاء جمهورية مصر العربية. كرتونة رمضان من مؤسسة نبض الحياة، هديتك لغيرك. أهلا بحضراتكم فضيلة الشيخ محمد. وإحنا بنشوف أعمال الخير بقى، أعمال الخير واحدة من تجليات الصوم برضو لما بنشوف كرتونة رمضان، كرتونة الخير. واللي بيسعى اللي بيشارك بيها في الأول، واللي بيسعى إنه يجهزها زي ما بنشوف مؤسسة نبض الحياة كده، وبتسعى جاهدة أن تصل إلى مستحقيها وإنها تنتشر في أكتر من مكان هنا وهناك، يعني في بلدنا الحبيب وفي جمهوريتنا الجميلة والعظيمة، ده كله برضو بيحقق معنى إني صائم. وبيحقق معنى جنة. جنة. ده بالأصل بقى. بالأصل. مش احنا قلنا فيه وقاية ظاهرة ووقاية باطنة. الوقاية الظاهرة احنا قلنا اللي هي الجوارح، العينين، اللسان، الأذن، السمع، اليدين، السعي، دي كلها وقاية ظاهرة. أنا حفظت الجوارح بتاعتي. طيب الوقاية بقى الباطنة اللي مش ظاهرة لحد، اللي هي الإنفاق في سبيل الله، اللي هو الشح والسخاء. إنسان شحيح وإنسان سخي، وإنسان سخي، وأحضرت الأنفس الشح. هنا بقى الإنسان إذا كان في غير رمضان شحيح، يجي في رمضان طرق كثيرة وأوجه متعددة لأن يخرج الإنسان ويقي نفسه من الشح. ما تعزم إخواتك، اعزم أبوك وأمك، اعزم أصدقائك، اعزم قرايبك، خدت حضرتك بدأ فتح له سنة. طب ما تعمل كرتونة لله، للناس الفقراء المسكين. طب ما تعمل إطعام، بيطلعوا من الشح عشان يدخلوا على السخاء. يبقى إذن هو وقاية للنفس الشحيحة من الشح. يا سلام، خدت حضرتك. ف يعني احنا بيحميها من ان تكون شحيحة. بالظبط. فبيعودها بقى، لازم يعني. طيب هو برضو كان في غير رمضان يعني عايز يمشي حاله حتى مع الاولاد ومع البيت وكده، يجي في رمضان يقول ايه بحبحها شوي. يبقى بيبدا ايه ينفتح سن على السخاء اللي هو بيقيه الشح. يبقى هو كأن الصيام يعلم الإنسان حتى في الأمور الباطنة أن يروضها ويعودها على أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، في أن تتخلى عن الرذائل التي كانت توجد قبل ذلك اللي هي الشح، لأن الشح ده من أكبر الأمراض ومن أكثر الأوبئة
التي تؤدي بصاحبها والعياذ بالله إلى النيران ولصيق بالنفس. بالضبط. وأحضرت الأنفس الشح. نعم. يعني شوف أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يصف لنا الشخصين السخي اللي هو بقى مش يعني يقول لك يعني إن شاء الله كده عبدي أنفق، ربنا اللي بيقول لنا في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. السخي قريب من الله، ربنا بيحبه، قريب من الناس، يقول لك يا درجة كريم الله يكرمه ويوسع عليه، ربنا يزيده من فضله، خدت بالك؟ قريب من الناس، قريب من الجنة، لأن من أفضل أبواب الجنة الصدقة أو الإنفاق في سبيل الله، بعيد عن النار. يا سلام. اتق النار، اتق النار ولو بشكل مش قريب طبعا. من الجنة ولا اسكت، لا ده قريب من الجنة وبعيد بعيد عن النار. ليه؟ ما هي وقاية جنة. صحيح. اتقوا النار ولو بشق تمره. صحيح. خدت حضرتك؟ يبقى اذا وقى نفسه من الايه، من النار بالانفاق في سبيل الله. طب البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار والعياذ بالله. يبقى احنا هنا الكرتونه اللي اتعملت دي هي وقايه لصاحبها من النيران ولا لا، هي باب ومدخل لصاحبها الى الجنان ولا لا، هي تعطي للإنسان محبة الخلق ولا لا. يعني تما تكون بتدي لحد كرتونة رمضان كده حضرتك يا أستاذ حسن وانت بتقول أنا عايز الناس الغلابة اللي أنا أعرفها أودي لها كراتين، وانت بتدي لحد كرتونة بيبقى شعورك انت ايه وهو شعوره ايه وبيدعي لك ازاي. ده الوسيط اللي يعني لما بنشوف يعني المنتسبين او اللي شغالين في مؤسسة نبض الحياة ساعدتهم قد ايه وبيجهزوا الكرتونة بيوصلوها، فما بالك فضيلة الشيخ محمد باللي ساهم وتبرع بيها. وفضيلة الشيخ محمد عشان نقطة مهمة يقول ترويض النفس، والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاعي وان تفطمه ينفطم، وخالف النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما وانت تعرف كيد الخصم والحكم. هنروح لتقرير عن المساجد في هذه الحلقه ونرجع لحضراتكم. جهود مؤسسة نبض الحياة في مبادرة إعمار المساجد لا زالت مستمرة في إنهاء أعمال تأسيس مسجد النور بقرية فدان الفقي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ. في إطار حملة بناء وإعمار بيوت الله عز وجل مع مؤسسة نبض الحياة، بننقل لحضراتكم الصورة النهاردة من على أرض الواقع من مسجد فدان الفقي التابع لمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ. من أراد أن يكون له بيتاً في الجنة كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة. النهاردة المسجد فتح أبوابه لجميع أهل الخير، بيقول يا باغي الخير أقبل. بعد ما شفت النهاردة على أرض الواقع صب خرسانة هذا المسجد، وضع حجر الأساس، أيوة اللي انتوا شايفينه النهاردة ده حجر أساس هذا المكان. بكرة إن شاء الله عز وجل حضرتك تقدر تحط بصمتك في المكان ده من خلال باب الكهرباء، من خلال باب السباكة، من خلال أعمال الصيانة الموجودة داخل المسجد، من خلال سيستم الصوت، من خلال فرش المسجد، من خلال البلاط بتاع المسجد، من خلال بناء الجدران لهذا المكان، من خلال بناء مأذنة هذا المسجد. من بعد النهاردة بإذن رب العالمين هنبدأ نشتغل في المراحل اللي جاية، وإن شاء الله هي مرحلة العمدان، وبعد كده سقف الحمامات، وبعد كده السقف، وإن شاء الله تتوالى بعد كده أعمال التشطيبات للمسجد لحد ما نخلصه ويكون جاهز للمصلين. فرحة الأهالي كانت كبيرة لسرعة تنفيذ نبض الحياة ما وعدت به في الهدم والبدء في أعمال البناء في وقت قياسي. النهاردة بنشوف حالة مختلفة من الأجواء في العمل، حالة مختلفة من الفرحة والسعادة، وكأن الله سبحانه وتعالى يرضي قلوب أهل هذه البلدة الكرام، إن المسجد اللي كان نفسهم بقالهم سنوات والسنوات وإن هم يقوموا على إحلاله وتجديده وانقطعت بهم النفق عن أن يقوموا بهذا، ربنا يبعت لهم مؤسسة نبض الحياة وربنا يبعت لهم أهل الخير. مؤسسة نبض الحياة بتسعى في كل مرحلة إنها توثقها لحضراتكم وتنقلها بالصوت والصورة
عشان كل واحد ليه جنيه في المسجد يبقى حاسس ان الجنيه ده بتاعه بيكبر عند ربنا، مش بيكبر في الدنيا بس. احنا منتظرين تبرعات حضراتكم على 15740 عشان تقول انا معاكم في اي مرحله، حتى لو كان المبلغ قليل، حتى لو كان المبلغ قليل. بمساهمتكم مؤسسة نبض الحياة هتقدر تكمل فرحة أهالي قرية فدان الفقي في إتمام المسجد الوحيد بالقرية. أهلا بحضراتكم، ده المسجد الوحيد في القرية. نعم. ودايما استراتيجية مؤسسة نبض الحياة بتستهدف المسجد الوحيد في المكان الضروري لإقامة الشعائر فيه للقلوب المتعلقة بالمساجد والمنتظرة إعمار المساجد، إنها تعمر المساجد بعد ما يعمروا أهل الخير في البناء، لأن الإعمار يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. إحنا الإعمار هنا اتنين. اتنين. إعمار الذي قام بالبناء والإنشاء والذي يعمر هذه البيوت بذكر الله وبالصلوات. وبعدين عشان فيه ناس بيلتبس عليها الأمر ويقول لك اللي ورد في الإعمار هو الزوار أو العمار الذين يعمرون هذا المكان بالصلوات، إن بيوت بيوتي في الأرض وأن زوارها عمارها وحق على المزور أن يكرم زائره. طيب إحنا يعني يبقى هو ده دول العمار. طيب لو لم يقوم أحد بإعمار أو إنشاء أو إقامة هذا البناء كان حيبقى فيه زوار أو عمار؟ أبدا. فإحنا يعني عشان بس الناس كلها يبقى عندها الثقافة أو العلم بأن الإعمار مهم جدا، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإحنا لازم يعني إنشاء المساجد ده أو إقامة البناء لبيوت الله سبحانه وتعالى دي أتت بإذن من الله سبحانه وتعالى، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعلشان إحنا العنوان بتاعنا أستاذ حسن الصوم جنة، مش كده؟ طبعا. طيب إحنا في 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 غير رمضان المساجد بيبقى شكلها إيه؟ يعني الأعداد قليلة فيها. بالضبط. وندعو الله أن تمتلئ دائما يا رب. لكن في رمضان شوف بقى الوقاية للنفس من التخلف عن العبادة أو من التهاون في آداء الصلوات في جماعة أو من الغفلة عن ذكر الله بقراءة القرآن أو تعلم العلم، يبقى أنا في ده كلته بتبقى منح رمضانية أعطاها الله سبحانه وتعالى لعمار بيوت الله اللي هم بيكونوا دائمين في الصلوات في جماعة، في صلاة القيام، في يقرؤون القرآن، يسبحون لله، يستمعون إلى دروس العلم ليل نهار، هم يقيمون في بيوت الله عز وجل. علشان كده دايما إحنا بنقول إيه، إن سبحان الله الصوم جنة لكل من عمار المساجد بأن جعله الله ليس من الغافلين وليس من الغائبين وليس من المفرطين، ولكنه من الذاكرين الدائمين لله رب العالمين. ذكرت فضلتك من شوية العدد اللي بيبقى في الجامع. العدد لما كل ما كثر العدد في الجامع في المساجد كل ما اطمأنت القلوب. نعم. ضبط السلوك في الشارع بيبقى بدايته في الجامع. بالضبط. العدد شوف شوف لما يقول لك يا رب الجوامع تمتلي دايما تبقى ملأة دايما، مش مرهونة بس بيوم الجمعة فقط، لا يبقى مملوءة في كل الفرائض، ده بتبقى لها دلالة. شوف أهمية المسجد قد إيه في ضبط هذا السلوك، في انضباط هذه النفس حينما تسير في دروب الحياة مختلطة بالآخرين، ويبقى فيه نوع من أنواع يعني كبت الغضب، معرفة الأخلاق الجميلة، السير بين الناس بالخير. أين يتعلم المسلم أمور الدين؟ في الجامع. في بيت الله. في الجامع. يستمع إلى القرآن في بيت الله، يتعلم العلم من الأئمة والخطباء والدعاء في بيوت الله، تبدأ الثقافة والتعليم الأخلاقي والسلوكي للأفراد والمجتمع في بيوت الله. طيب من لم يذهب إلى بيت الله ماذا تعلم؟ خسر كثيرا.
يبقى إذن بيوت الله سبحانه وتعالى هي المنوطة بالتعليم. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقيم المسجد، أول شيء حرص عليه هو إقامة في المسجد قباء في على مشارف المدينة، لن يقيم في هذا المكان، لكنه كان حريص على إقامة المسجد، لأن إقامة المسجد إقامة للشعائر، إقامة للدين، حفاظ على كل شيء في أخلاقيات وسلوكيات المسلم. وأول ما قام به سيدنا صلى الله عليه وسلم حينما استقر بالمدينة، وفي البداية بنى المسجد وناولهم وكان يساعد الصحابة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فرحم الأنصار والمهاجرة. هنروح إلى فصل قصير ونرجع لحضراتكم، خليكم دايما معنا في الخير. الله الله، في كل عمل يدل على الخير، في كل قول نسعى به دائما في طريق الله لتأتلف به القلوب. نروح دلوقتي بس بعد ما نشوف العناوين ونعرف التليفونات الخاصة بمؤسسة نبض الحياة اللي بظهر دلوقتي لحضراتكم على الشاشة للاتصال والتواصل مع مؤسسة نبض الحياة لمعرفة التفاصيل وكافة التفاصيل الدقيقة منها والكبيرة بمبادرات مؤسسة نبض الحياة في الخير. وخلينا نروح لوقف النخيل الخيري لمؤسسة نبض الحياة وهذا التقرير. مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة شهد إقبال كبير في المرحلة الثانية، ومن خلال المتابعة تم التأكد من سلامة النخيل المزروع في المرحلة الثانية بوقف النخيل بالفرفرة. النهاردة جايين ننقل لكم صورة حية من على أرض الواقع، وتحديداً من هذه المرحلة، المرحلة الثانية. المرحلة الثانية فيها نمو خضري يعتبر وصل للإتمام بتاعه، يعني النهاردة النخل اللي موجود في المرحلة الثانية بيقول لنا إن شاء الله عز وجل أيام وهتشوفوا البشريات، زي ما شفتوا في المرحلة الأولى التمر موجود على النخل، إن شاء الله عز وجل هنشوف التمر موجود على النخيل في المرحلة الثانية. ونتيجة الرعاية المستمرة كل نخلة تمت زراعتها بحالة جيدة عشان تكون صدقة جارية لصاحبها، وكل نخلة انتاجها يصرف في أوجه الخير اللي بتقوم به المؤسسة لصالح الأسر المستحقة. النهاردة النخل بيبشر كل واحد كان له بصمة في المكان ده، وده من باب الثقة والمصداقية اللي بترعاها مؤسسة نبض الحياة علشان خاطر تأدي الأمانة على أكمل وجه. وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعة للمرحلة السابعة بوقف النخيل في 27 و 28 إبريل القادم. وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت إن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. أهلا بحضراتكم، أهلا بحضراتكم دايما في مسارات الخير المتنوعة. كل واحد بيختار مسار يمشي فيه، سرعات في الحياة، بس يجي وقف النخيل الخيري فضل الشيخ محمد ويقول لك لا، ده انت هتمشي في كل المسارات بوقف النخيل الخيري. إزاي بيتحقق هذا المعنى مع وقف النخيل الخيري اللي مؤسسة نبض الحياة كانت رائدة في مزرعة وقف نخيل خيري واستثمار تنموي خيري برضو؟ يمكن الله سبحانه وتعالى حين يوفق العبد إلى عمل الخير أو يريد به الخير فيوفقه إلى عمل الخير، وهذا من الأعمال الطيبة المباركة التي تدعو إلى الخير. أنا أقص لك قصة من الواقع حدثت منذ يومين معي. إحدى المتبرعات وست يعني بسيطة جدا وما فيش دخل، لكن عملت معنا قبل كده 10 نخلات، منهم واحدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم،
واحدة عن من لم يقدر من أموات المسلمين. وبعدين جت لي المرة دي في أنا افتكرت أنها عايزة مساعدة ولا حاجة ولا يعني أي مشكلة عندها، ولكن هي قالت لي أنا عندي مشكلة كبيرة جدا. إيه هي؟ قلت لها خير. قالت أنا في سنين يا ما قبل ما ملتزم بالعبادة والطاعة كده وأجرب من ربنا، في سنين سقطت مني في الصلاة، في الصيام. في الصيام. آه. الصيام. أنا تصورت أنها بتكلم عن الصلاة يعني. فتخيل إن وقف النخيل جنة. جنة للصائم. فالمهم إيه، طيب وإيه المطلوب يعني؟ قالت أنا عايز أعمل فدية عن السنين اللي فاتتني. قلت لها تعرفها؟ قالت لا مش عارفة عادتها. فأنا يمكن خلاص يبقى شوف أنت تعمل السنة هتكلفك كام، وشوفي كام سنة واجتهدي وربنا وهي ما تقدرش يعني ما تقدرش هتصوم كام سنة؟ هي هتصوم كام سنة؟ وهي أصلا مش قادرة يعني قصدك يعني، يعني في الحال في الحال اللي هي عايشاها وفي السن ما تقدرش يعني، لا ما تقدرش في السن اللي يعني برضه في تراتبية هنا. لكن وهي كما أسمع منكم يا فندم يعني مش الله يبارك فيك. لكن وهي معايا بقى لقلة ذات اليد أو مش هتقدر إنها تعمل فدية عن السنوات اللي هي فترتها، فكرت في إيه؟ فقالت لي طب يا عم الشيخ أنا عايزة أعمل نخلتين واجعل اللي يطلع منهم يبقى فدية إطعام، فدية عن السنين اللي عدتني في الصيام. أنت متخيل أنا إزاي واحدة لا تقرأ ولا تكتب وإزاي فكرت التفكير ده؟ لأن ده حيبقى مستدام إلى أن تقوم الساعة، فكأنه كل سنة فيه لها إطعام. أنت خدت بالك يعني؟ سبحان الله. فطبعا يمكن دي بتكون جنة يعني للواحد من المعاصي والذنوب، وتكون بتدفع لأعمال الخير. وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع السادة المشاهدين والمتبرعين والمتبرعات، ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يتقبل الله منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الأنين وبكى علينا الحبيب ويأس منا الطبيب. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وودعنا الأحباب. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس قبرنا وانطوى ذكرنا. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر وتنشر الدواوين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من سعداء الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لك كل التحية والتقدير فضل الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، ونسعد دائما بهذه اللقاءات الرمضانية التي نجدد فيها إيماننا. وباتصالكم المباشر والمستمر ب 15740 الخط الساخن لمؤسسة نبض الحياة، نستمر معا في مشوار العطاء والخير، ودمتم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنعبدك ونصوم ونصلي يا ربي يا منعم يا كريم، وطمعانين في رضاك وبندعي تكون علينا القلب سليم، محب للخير صافي وراضي من الخطايا معافى سليم، في العسر بيزيد صبره ويشكر وفي يسر ليك بيزيد تسليم.